إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون وكفى بالله شهيدا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فإننا إن شاء الله في هذه الليلة ننتهي من بيان هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب وهي قتل النفس بغير حق سواء كانت النفس هذه مسلمة أو غير مسلمة لكن النفس المعصومة قد تكون نفس مؤمنة وهي أعظم وقد تكون نفس غير مؤمنة وهي كبيرة من الكبائر لكن قتل المؤمن هو أعظم أنواع الكبائر على الإطلاق وما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد لنا هذه الأحاديث العظيمة في التحذير وفي التحذير وبيان شدة هذه الكبيرة فذكر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكنا عند هذا الحديث الذي هو الحديث التاسع عشر من أحاديث الكتاب وهو قد اتخذ أسلوباً جميلاً جداً في هذا الكتاب يسرد الأحاديث متوالية بأرقامها يسرد الأحاديث بأرقامها فكان الحديث التاسع عشر قال وعن ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً قلنا المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهداً بألا يقتل أو بوقف الحرب وقف القتل بيننا وبينه قال من قتل معاهداً لم يرح جاءت برواية لم يرح وجاءت برواية لم يرح وهي الأصوب الأصوب لم يرح بارك الله فيك لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاماً ريح الجنة التي يراها المؤمنون ويشم رائحتها من على بعد 40 سنة فهذه المسافة بعيدة عن هذا الإنسان الذي قتل المعاهد هذا ليس له حظ من الجنة حتى ولو من رائحتها إن فعل هذه الجريمة المنكرة في أنه قتل غير المسلم لكنه معاهد غير المسلم لكنه معاهد والحديث هذا رواه البخاري وغيره وطبعاً هو صحيح الإسناد لأنه عند البخاري وفي رواية عند أبي داود والنسائي من قتل معاهداً في غير كنهه يعني في غير ما يستحق القتل في غير كنهه حرم الله عليه الجنة خطير جداً من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أي الجنة حرام عليه لهذا الفعل القبيح الذي فعله وهذا من أشد الأحاديث في قتل غير المسلم
لكنه معاهد، أي بين المسلمين وبينه ميثاق وعهد على حقن الدماء، فخان المسلم هذا وقتل هذا المعاهد فله عقوبة شديدة عند الله تبارك وتعالى. صحابة عبد الله بن عمرو بن العاص حديث 19 ورواه البخاري وغيره. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kok kurang semangat Pak, apa sudah sarapan belum Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabi al-siddiqi la wafa ashadu an la ilallah wa la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abdu rasuluh aladhi la nabiya wa la rasulah ba'lah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah pada pertemuan yang ke-10 dalam kaitannya pembahasan kitab Al-Kabair, dan Syekh sudah panjang lebar menjelaskan tentang muqaddimah terkait tentang masalah al-qatl, pembunuhan. Dan pada malam hari ini Syekh lebih membahas tentang masalah qatlun nafs dilghair, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam kitab yang Syekh pegang, kitab Al-Kabair, itu apa namanya? Tertib hadisnya sangat bagus ya. Urutan tertib hadisnya sangat sangat bagus. Bagaimana muallif itu menyusun hadis secara tertib, secara rapi, dari yang sahih, kemudian apa namanya, hasan, dan berurutan berdasarkan nomor hadis. Saya tidak sempat menuliskan nomor hadisnya karena untuk menerjemah mengejar beliau saja itu harus tangannya harus cepat, jadi enggak mungkin untuk menulis nomor hadisnya. Ala kullain kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, dan hadis ini terkait tentang haram, keharaman untuk membunuh mu'ahadan. Apa itu mu'ahadan? Mu'ahadan sebagaimana yang ada dalam kertas yang sudah dibagikan oleh Mas Yaya, itu ditulis mu'ahadan adalah kafir yang musallim. Kafir musallim, bagian kafir musallim itu ada 3, dhimmi, mu'ahad, musta'min. Ini ada kafir mu'ahad, yaitu kafir yang berada dalam perjanjian. Nah, dia kafir tapi mu'ahad, ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi atau saling membunuh. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim wa ghairuhu, dan hadis ini sahih, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan satu hadis Bukhari saja tanpa Muslim, Bukhari wa ghairuhu, Bukhari dan lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, seorang kafir yang dalam perjanjian, maka dia tidak akan merasakan wanginya surga. Wah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita ini yang di dunia ini bisa merasakan bagaimana wanginya surga. Kok bisa Ustaz? Bisa. Jenengan kalau merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya qiraatul Quran. Nah, itu di mana kita bisa merasakan nikmatnya, wanginya sur. Tapi kalau jenengan baca Al-Qur'an baru satu halaman, malah Quran yang baca jenengan. Maksudnya tidur gitu, Pak ya. Nek baca Quran sanggup apa, baca Quran sanggup berjam-jam baca Quran. Malah kita yang dibaca Quran, Pak ya.
Karena sesungguhnya wangi surga itu bisa dirasakan dalam perjalanan selama 40 tahun. Ini kiasan. Di usia-usia kita yang masih 40 tahun ini kita bisa merasakan wanginya surga, apalagi yang sudah 60 ke atas. Oh, surganya wangi banget, Pak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bunuh mu'ahadan yang tidak ada hak untuk ditumpahkan darahnya. Oh, berarti ada mu'ahad yang dia boleh dibunuh. Siapakah mereka? Yaitu kafir mu'ahad yang melanggar perjanjian. Mereka yang memulai dulu. Nah, ini boleh. Tapi ketika mereka tidak melanggar perjanjian, mereka tetap berada dalam perjanjian, kemudian ditumpahkan darahnya, maka Allah mengharamkan baginya surga. Kalau kafir mu'ahad saja haram untuk dibunuh, apalagi seorang muslim, seorang mukmin. Qala al-hadith al-20 wa huwa riwayah ukhra li hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As lakinnahu min riwayat Abi Hurairah. Min riwayat Abi Hurairah 'inda at-Tirmidhi. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة ألا من قتل نفسا معاهدة هنا ذكر نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله يعني لها عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة جدا يا إخوة الآن، لأنه من أكبر المشاكل في بلاد الإسلام الآن كثرة القتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة كثرة القتل، وأخذنا هذا في الكتاب الذي ذكرناه يعني قبل هذا الكتاب، وهو شرح كتاب أشراط الساعة، وذكرنا من أعظم فتن آخر الزمان كثرة القتل، وذلك هذا السبب الذي جعلني أتوسع في هذه الكبيرة ويعني أتوقف عند كثير من أنواع الأحاديث فيها من أجل التحذير يا إخوة، لأن نحن الحمد لله في إندونيسيا نريد أن يكون الضابط الشرعي هو الذي يضبط حالنا، فلا يمكن أن نقدم على قتل نفس إلا إذا شرع الله عز وجل لنا ذلك. انتبهوا لهذا الكلام، لا نقع في الفتن التي حدثت في كثير من البلدان الإسلامية، إنما نحذر من الوقوع في هذه المصائب التي تعتبر من أعظم المصائب أن يقع الإنسان فيها. قال معاهدة لها ذمة الله عهد الله وذمة رسوله عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم ذلك، فقد أخفر يعني نقض، فقد أخفر ذمة الله وفقد أخفر ذمة الله أي فقد نقض ذمة الله تبارك وتعالى، يعني نقض عهد الله، نقض عهد الله. قال ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا أي 40 سنة. إذن هذا الجزء مماثل للجزء الذي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن الزائد هنا كلمة ذمة الله وذمة رسوله، وقد أخفر ذمة الله أي نقض ذمة الله تبارك وتعالى. حديث yang ke-20، حديث dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu، ada hadis riwayah Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat ala, kalimat inna dan kalimat-kalimat yang lainnya dalam Al-Qur'an, ini berarti sebuah kalimat yang istimewa. Dia kalimat muwayyiz, dia memiliki kalimat yang dalam. Ini merupakan kalimat penekanan, sungguh
Seseorang yang membunuh jiwa yang berada dalam mu'ahad atau perjanjian, maka sungguh telah hilang dari dirinya zimmatullah. Hilang dalam dirinya adalah zimmah, perlindungan dari Allah. Zimmah artinya perlindungan. Maka ketika seorang membunuh mu'ahad, zimmah Allah telah diangkat dalam dirinya. Perlindungan dari Allah telah diangkat dari dirinya. Nah, kalau Allah sudah tidak melindunginya, nah, dia mau hidup kemana lagi? Dia mau kemana aja mesti akan kena, karena masaib, kena musibah. Wadhimmatu Rasulillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mau melindunginya nanti di akhirat. Dan dia tidak juga akan merasakan baunya atau wanginya surga yang bisa dirasakan dalam perjalanan 40 tahun. Jadi ini bukan sembarangan Pak, masalah membunuh jiwa ini bukan sembarangan, bukan masalah yang remeh. Ini masalah yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama itu sangat menjaga jiwa seseorang dan memperingatkan untuk kita tidak mengganggunya. Maka kita sebagai seorang muslim harus, Pak, dalam perkara-perkara remeh pun, perkara ghibah, perkara namimah, apalagi perkara qatl, harus kita bagaimana bisa menjaga ukhuwah kita di kalangan kaum muslimin agar mereka tidak akan menjadi orang yang akan mengambil pahala kita di akhirat atau bahkan mentransfer dosa mereka ke kita. Naudzubillah. Wa huna aqifu waqfah wa hiya khassah bi hayatil muwatanah dakhil al mujtama' al islami. Allah subhanahu wa ta'ala alladhi amarna bil jihadi huwa subhanahu wa ta'ala alladhi amarna بالكف عن قتل الذم والقتل المعاهد وقتل المستأمن. الله الذي أمرنا بقتال الكفار والمشركين جهادا في سبيل الله هو الذي أمرنا بكف الأيدي عن الذم وعن المعاهد وعن المستأمن في بلاد المسلمين. نقطة مهمة جدا يا إخوة، أننا نمشي مع الشرع ومع الدين ومع قال الله قال رسوله أينما كان. الله أمرنا بالقتل هنا قتلنا، والله أمرنا بالكف هنا فكففنا، ولم يشرع القتال داخل المجتمع الإسلامي بنفسه إلا أن يكون استثناءات معينة في أمر ما، لكن الأصل في المواطنة ألا يعتدي أحد على أحد. الأصل في المواطنة ألا يعتدي أحد على أحد. وأول مثال للمواطنة كان الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول ما وصل المدينة ماذا صنع؟ فعل عقد حلف بينه وبين اليهود، فجعل هذا الحلف كفاً لسفك الدماء بين المسلمين واليهود، وهو عقد المواطنة بين المسلمين واليهود، وكان حتى قبل نزول الآيات الخاصة بأهل الذمة ففعل هذه المعاهدة، فكانت معاهدة على كف الأيدي وعدم سفك الدماء داخل المجتمع الإسلامي، والمعاهد له حرمة كبيرة كما رأيتم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam lingkungan negara kita atau dalam lingkungan satu negara, haulal muwatanah, dalam daerah sekitar negara, satu negara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya yang namanya syariat jihad. Jadi jihad ini merupakan syariat Allah, ya. Khilafah, jihad itu syariat Allah. Allah yang menurunkan agar kita melaksanakan syariat ini, dua syariat yang mulia ini. Dan jihad, Bapak Ibu sekalian, jihad itu
dilakukan ketika kaum muslimin yang duluan diserang atau membalas penyerangan orang-orang kafir atau ingin meluaskan kekuasaan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kaitannya dengan kafir kafir yang musallim, nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberhentikan jihad. Lihat Pak, Allah mensyariatkan jihad tapi Allah juga menahan jihad kaum muslimin ketika berkaitan tentang kafir yang musallim. Yang pertama dzimmi, mereka yang dilindungi dalam negara, tetangga kita, satu RT, satu masyarakat, atau kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai, atau kafir musta'min, nah, dia datang dari negara lain, mampir ke negara kita, ada visanya sekedar untuk berdagang dan sebagainya. Maka ketiga kafir ini haram untuk dibunuh. Dan yang pertama kali melakukan kafir mu'ahad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah di Madinah. Karena di Madinah pada saat itu semuanya ada muslim juga, ada orang mukmin, ada orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hilf itu perjanjian atau mu'ahad antara orang mukmin dengan orang ya Yahudi, ada Bani Quraizah, jadi ada tiga golongan, Bani Kunayqa, Bani Baikunayqa, Qainuqa, Bani An-Nadhir, Bani Quraizah, melakukan mu'ahad di tiga kelompok orang Yahudi. Dan bagaimana Rasulullah SAW menjaga mereka orang Yahudi dalam perjanjian ini. Dan kaum mukmin pada saat itu dilarang untuk memerangi kaum Yahudi pada saat itu yang berada dalam perjanjian. Rasulullah SAW saja melakukan hal itu, harusnya kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau SAW. Hatta fil jihad, al-jihad wa nahnu nuqatil al-kuffar. لو واحد من الكفار عند وجود السيف على رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كففنا عن قتله، فهو محارب الآن، ثم رفعنا السيف، فلما رفعنا السيف عليه إذا به ماذا؟ إذا به يخاف، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كففنا عنه. وهذه أيضا نقطة خطيرة جدا. تعالوا نرى الحديث المتفق عليه، وهذا سيكتب إن شاء الله عندكم الآن، هو ليس عند المصنف لكن أذكره لكم، حديث أسامة بن زيد المتفق عليه، حديث أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه مثل الحسن والحسين، يحبه مثل الحسن والحسين. هذا الشاب الذي تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد كان عمره في هذا الوقت يعني قرابة 17 عاماً أو 16 عاماً ويقاتل في سبيل الله. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة يقول، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، مكان مجموعة من الناس تبع جهينة سمى الحرقة، قال إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، يعني دخلنا عليهم في الصباح وبدأنا القتال معهم صبحا، فلما قاتلناهم هزمناهم. فضل الله على المؤمنين دائما في الغالب أنهم ينتصرون
إلا في بعض المواقف. قال فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار، لحقت يعني ظللت أمشي خلف رجل آخر، قال أنا ورجل من الأنصار لحقت رجلا منهم أي من الكفار. يبقى إذن ماذا صنع أسامة بعدما انتصر المسلمون؟ يوجد رجل من الكفار ما زال، فخرج أسامة مع رجل من الأنصار وكل واحد معه السيف من أجل أن يقتل هذا الرجل. قال فلحقت أنا ورجل من الأنصار، يعني إحنا الاثنين نتابع ونطارد هذا الرجل الكافر هذا. قال رجلا منهم، فلما غشيناه أي وصلنا إليه وأردنا قتله، غشيناه قال لا إله إلا الله. يبقى هو عندما السيف رفع وأسامة والرجل من الأنصار يريد أن يقتله الآن، قال لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله عاصمة تعصم الدم. قال فكف عنه الأنصار، قال وطعنته برمحي فقتلته. يبقى أسامة ماذا؟ أسامة قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. انظروا إلى رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال أسامة رضي الله عنه فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال فذكرت ذلك لرسول الله، يعني أسامة الذي بلغ رسول الله. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف أو لما رأى السلاح، يعني ما قال هذه الكلمة إلا بعد أن رأى السيف سيقع عليه فقال لا إله إلا الله. قال أقتلته يا أسامة مرة ثانية، أقتلته يعني يعيد يكرر صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فظللت أقول له وهو يكرر صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فما زال يكررها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. انظروا إلى الخطورة. قال حتى أنني تمنيت أنني لم أكن مسلماً قبل هذا اليوم، يعني أسلم بعده حتى يكفر عني هذا الذنب. من خطورة الذنب، وماذا؟ هذا كان كافر منذ دقائق لكن قال لا إله إلا الله، وقالها عندما وجد السلاح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي هو بالناس وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم يقول يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذه خطورة كبيرة جدا، فما بالكم بقتل المسلم الذي هو مسلم من قبل ذلك؟ أخطر. قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حرام، حرمة شديدة، فما بالكم بقتل المسلم الذي عاش على لا إله إلا الله، والذي هو مستمر على لا إله إلا الله، والذي هو يقيم الصلاة معنا في المساجد. قتل المسلم هذا من أشر وأشد أنواع الذنوب، ولذلك هذا الحديث من أخطر الأحاديث
fi qatli man qala la ilaha illallah. Menyayangi beliau, sangat cinta kepada Usamah, dan Usamah itu bahkan cintanya kepada Usamah Rasulullah SAW itu seperti cintanya beliau kepada Hasan Hussein. Bahkan sampai-sampai Nabi ingin mengatakan Usamah bin Muhammad, ingin menasabkan nama beliau kepada Usamah, hingga turunlah ayat Tabani Zaid bin Muhammad, saking Usamah bin Zaid bin Muhammad, saking inginnya Nabi menjadi bapak kandung dari mereka, hingga turunlah ayat berkenaan dengan ayat Tabani, yaitu ayat surat dalam surat Al-Ahzab. Dan kita tidak boleh menasabkan nama kita kepada anak angkat, haram, tidak boleh. Itu namanya Tabani dalam Islam, itu haram. Kita punya anak asuh, kita punya anak angkat, kita sayang sama-sama dia, maka rasa sayang kita, rasanya cintanya kita tidak boleh menjadikan nasab kita kepada dirinya, tidak boleh. Ini dalam Islam. Maka satu ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Huraqah bin Huzaimah, satu perkampungan kafir. Dan biasanya Nabi ketika menyerang satu kampung itu di waktu subuh, itu sudah biasa. Biasanya kalau orang-orang kafir itu ya ngorok Pak ya, kalau kampung, kalau subuh itu udah tidur semua. Beda kalau muslim, muslim itu dia menjaga malamnya, menjaga subuhnya. Maka Bapak jangan ketularan seperti orang-orang kafir ya. Kita ini harus menjaga malam kita, menjaga subuh kita, agar kita bisa terjaga. Kemudian akhirnya mereka menyerang kampung ini, hingga Usamah bin Zaid bin Harithah bersama seorang Ansor bertemu satu orang kafir. Jadi dibuntuti dari belakang, dari belakang. Ketika Usamah dan Ansor ini sampai kepada orang kafir ini, didapati mereka, didapati kedua orang kepada orang kafir ini, Ansor itu sudah mau siap membunuh. Pedangnya sudah terhunus, sudah tinggal dibacokin. Nah, ketika Ansor ini mau membunuhnya, orang kafir ini takut dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat. Nah, Usamah bin Zaid enggak peduli. Akhirnya Usamah bin Zaid pun menghardiknya dengan pedangnya, dan kafir ini mati. Maka hal ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi, dan ketika Nabi bertemu Usamah, Nabi bertanya sambil mendesak, sambil marah, "Ya Usamah, apakah engkau membunuhnya sementara dia telah bersyahadat?" Maka Usamah mengelak. Apa namanya? Bahasanya apa ya? Bukan menjawab, apa namanya? Apa? Itu ya, dijawablah agar bisa membela dirinya lah. "Ya Rasulullah, sungguh dia bersyahadat, ya khauf, karena dia takut dibunuh." Maka Nabi mengulangi lagi, "Ya Usamah." Tadi suaranya biasa. Yang kedua, Nabi agak tinggi lagi suaranya, "Ya Usamah," sambil marah, "apakah kamu membunuhnya sementara dia telah bersyahadat?" Usamah kembali membela diri, "Ya Usamah," diulang lagi, makin tinggi suara Rasulullah SAW. Maka Nabi terus mengulangi hal itu sampai-sampai Usamah berharap dia sebelumnya tidak pernah Islam, dan dia bisa kembali masuk Islam setelah Nabi selesai bertanya dengan pertanyaan ini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan yang dilakukan oleh Nabi kepada Usamah ini bukan sebuah pertanyaan, ini sebuah tahdzir, sebuah peringatan. Kita tidak boleh sembarangan membunuh orang dengan segala bentuk pembunuhan. Ini bahaya. Kita tidak bisa menilai, ya Rasulullah, itu kan dia mati mengucapkan syahadat karena takut.
kita tidak bisa menilai seseorang terbatas dalam zahirnya saja, yang nampaknya saja. Bisa jadi syahadatnya dia karena takut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh terbatas melihat seseorang dari yang nampak oleh dirinya. Meskipun nanti ada beberapa hal, ada beberapa poin yang memang zahir itu menunjukkan hatinya. Itu beda lagi. Yang kemarin yang suka banding-bandingkan ayahnya kepada Rasul, itu beda lagi urusannya. Ya, yang suka membandingkan antara Al-Qur'an dengan apa itulah ya. Itu beda lagi urusannya. Enggak bisa dibedakan antara Rasul dengan siapa, enggak bisa. Rasulullah itu tidak bisa dibedakan oleh siapa pun, enggak bisa. Dan enggak akan pernah ada orang yang sama dengan Rasulullah sallallahu Al-a'jab min dzalik qissah Khalid bin Al-Walid fi fath Makkah. Al-a'jab min hadhihi al-qissah qissah Khalid bin Al-Walid fi fath Makkah. An-Nabi alaihi salatu wassalam amara as-sahaba 'inda dukhuli Makkah ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم فقط. ففي مكان دخول خالد بن الوليد اعترضه مجموعة من الكفار يمنعونه فقاتله. فقال بعضهم صبأنا صبأنا، لم يقولوا لا إله إلا الله، قالوا صبأنا صبأنا. وكان عند الكفار في هذا الزمان أن من دخل في دين محمد يسمى صابئ، والصابئ هو الذي ترك دين الأجداد والآباء إلى دين محمد يسمى صابئ عندهم. فقالوا صبأنا صبأنا لجهلهم، يعني هم ما يعرفون معنى هذه الكلمة إلا أنها دخول في دين محمد. فقالوا صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد بن الوليد. في الطريق وهم يدخلون إلى مكة، يعني هو داخل إلى مكة من مكانهم، فقابله مجموعة فقاتلهم. فلما قالوا صبأنا صبأ أيضا قتلهم. فلما قتلهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ لك مما فعل خالد. هو لم يتبرأ من خالد لأن خالد مسلم، فقال أتبرأ لك من فعله، يعني مما فعل خالد، أي أنه قتل هؤلاء بعد أن قالوا صبأنا صبأنا. هذه ليست لا إله إلا الله، لكنهم جهلة ما يعرفون، مثل ما واحد يريد أن نقتله يقول أنا أحب الإسلام. يكفينا هذه، نقف حتى نستفسر منه ونقول له أتريد الإسلام؟ فإذا قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحصل هذا في المعارك كثيرا، كان يدخل الإسلام من ناس من جيش الكفار إلى جيش المسلمين، ثم يقول كيف أفعل؟ يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، فيقاتل مع المسلمين الكفار مرة أخرى. وهذا واضح من غزوات المسلمين. إذن القصة هنا في فتح مكة، وخالد بن الوليد يقتل الناس يقولون صبأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من فعلة خالد بن الوليد. Kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika ada sekelompok orang-orang musyrik masuk ke dalam Mekah. Iya, mereka masih musyrik, orang-orang kafir. Kemudian Khalid bin Walid ketika bertemu dengan mereka, karena yang namanya kita hutbul watani, mencintai tanah air kita, justru kita harus menjaga tanah air kita dari segala bentuk penyerangan. Maka Khalid bin Walid pada waktu itu ketika ada sekelompok orang masuk ke dalam Mekah, Khalid bin Walid langsung membunuh mereka. Setelah sebagian terbunuh, sebagian lagi berkata sobana 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 sobana. Di kalimat sobana dalam bahasa Arab, karena mereka jahil, mereka tidak tahu bagaimana cara bersyahadat, mereka berkata sobana sobana. Maksudnya mereka berkata saya masuk Islam, gitulah bahasanya. Maka ketika mereka berkata sobana sobana, Khalid bin Walid tetap membunuh mereka.
Jadi semua dibunuh tuh. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi, Nabi berkata, "Allahumma inni abrahu min fi'li Khalid." Ya Allah, sesungguhnya saya berbaro'ah, melepaskan diri saya dari perbuatan yang dilakukan oleh Khalid. Nabi bukan berlepas diri dari Khalid, tapi Nabi berlepas diri dari perbuatan Khalid. Jadi kalau ada kalimat baro'ah, al-wala wal baro'ah. Al-wala dia artinya loyal. Loyal. Kecenderungan kita, kasih sayang kita. Al-baro'ah itu kita enggak boleh dekati dia. Batatan total. Nabi bukan mau berbaro'ah kepada Khalid, bukan, karena Khalid masih muslim, tapi Nabi berbaro'ah melepaskan diri dari perbuatan Khalid yang membunuh orang yang bersyahadat. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau menghadir seseorang dan dia berkata, "Saya suka Islam, saya suka Islam," ini juga enggak boleh, haram hukumnya. Maka kita lihat bagaimana yang saat ini, contohlah Rocky Gerung, kemudian siapa lagi itu Pak? Paga itu orang-orang Nasrani itu Pak. Tapi bagaimana luar biasa mereka membela Islam, tapi mereka masih Nasrani. Nah, kita doakan mereka bisa masuk ke dalam Islam. Nah, justru sebaliknya Pak ya, mereka orang kafir membela Islam, justru orang Islam, ini kebelinger ini. Ya Allah, memang zaman ini sudah kebalik. Wa khatama al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala hadhihi aw dhikri hadhihi al-kabira bi hadithaini. Al-hadith al-wahid wal-20, al-hadith al-wahid wal-20, lakinnahu da'ifun jiddan. Al-hadith alladhi huwa raqam 21. هذا حديث ضعيف جدا وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه كما قال المصنف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة بشطر كلمة يعني نصف كلمة نصف كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله أي ليس له حظ في رحمة الله تبارك وتعالى لكن هذا الحديث ضعيف جدا يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل إن القاتل إن تاب إلى الله تاب الله عليه القاتل إن تاب إلى الله تاب الله عليه ومن يعاون على قتل النفس المحرمة فهو آثم يجب عليه التوبة فإن تاب تاب الله عليه يبقى سواء قتل أو أعان حرام لكنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة حي على الصلاة dari Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadisnya derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu pembunuhan seorang muslim, dia cuma bantu tok, Pak ya. Walau dengan sepenggal kata, cuma bilang iya. Apakah harus diberantas? Iya. Nah, kata iya itu kan artinya dia sepakat, menyetujui. Walau dengan sepenggal kata atau niscaya akan bertemu dengan Allah, sedangkan kedua matanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Jadi ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tertulis di keningnya itu adalah orang yang terlaknat. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah dialah orang yang terlaknat. Hadis ini meskipun derajatnya lemah sekali, tapi ini sebagai bentuk tahdzir, sebagai bentuk rahbah, tarhib, peringatan bagi kita, jangan sembarangan membunuh orang meskipun hanya membantu kerjasama. Yang bunuh bukan kita tapi orang, tapi kita setuju atau kita ikut membantu, nah sama saja dia telah membunuh orang tersebut. Naudzubillah. Al hadis akhir huwa al hadis ats-tsani wal 20 wa huwa akhir hadis fi hadha al bab. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا رواه النسائي بسند صحيح هذا حديث صحيح رواه النسائي قال عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره كل ذنب عسى الله أن يغفره يعني كل ذنب قد يغفره الله تبارك وتعالى قال إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل
يقتل مؤمنا متعمدا إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وأهل السنة والجماعة يجري هذا الأحاديث يمرروها على ظاهرها، فيها الترهيب والتشديد من قتل المؤمن للمؤمن. ومن أشد الأحاديث أيضا في هذا الباب هو هذا الحديث، وهو تحذير من قتل المؤمن لأخيه المؤمن. وختم هذا الباب أو هذه الكبيرة الثانية بهذا الحديث، ثم إن شاء الله في اليوم القادم إن شاء الله سيكون كلامنا عن الكبيرة الثالثة، وهي كبيرة السحر. السحر سأبين لكم خطورته وأنواعه، وأن الساحر حكمه عند الله ماذا، وأنه ما هو حده في الإسلام. كل هذه إن شاء الله سنعلمها، ونحن في إندونيسيا بالذات عندنا هذا السحر منتشر، فلذلك إن شاء الله نتجهز لفهم هذه الكبيرة والحذر منها. Hadis yang terakhir insyaallah oleh Syekhnya, mohon maaf kita agak mendekati azan, mengerti qomat Tufan. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya kullu dzambin asallahu an yaghfirah, setiap dosa, semua dosa semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuninya, dosa apapun itu. Illa rajulun yamutu kafiran, kecuali seorang laki-laki yang mati dalam kondisi kafir, atau seorang yang dengan sengaja membunuh, dikurang, dengan sengaja membunuh seorang mukmin. Sengaja dia membunuh orang mukmin, maka kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Nah, ini bagian hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga umat Islam dari ditumpahkan darahnya dengan tidak hak. Dan insyaallah untuk pekan depan kita akan membahas dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Dan sihir ini juga sangat marak di tengah masyarakat, terutama di negara Indonesia kita pada saat ini. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين أن تحقن دماء المسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل أرض من أرضك. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل أرض من أرضك يا أرحم الراحمين، واجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم، واجعلهم يدا واحدا واحدة في مقابلة هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا على قتال المسلمين. اللهم اجمع صف المسلمين في مواجهة الكفار المحاربين. اللهم اجمع صف المسلمين في مواجهة الكفار المحاربين. اللهم اجمع صف المسلمين في مواجهة الكفار المحاربين، وانصر عبادك المجاهدين على أرض غزة. اللهم انصر عبادك المجاهدين على أرض غزة، وقاتل اليهود الكفرة الذين استحلوا بلاد المسلمين، واستحلوا ديار المسلمين، واستحلوا مقدسات المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين، انصرنا عليهم يا رب العالمين، انصرنا عليهم يا قوي يا متين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى منتصرين فاتحين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهذا الجمع في الدنيا في المسجد الأقصى، نصلي صلاة الفتح فيه منتصرين أعزه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. واجمعنا يا ربنا في الآخرة في ظل عرشك، ومع حبيبك المصطفى، ومع المهاجرين والأنصار، ومع آل البيت الأطهار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pesan saya terakhir, Bapak saat ini sedang
terjadi peperangan kembali, penyerangan kembali di negeri Palestina. Saya mohon banyak berdoa untuk kaum muslimin di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Paling tidak kita doa kita untuk mereka kalau kita tidak sanggup untuk yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita untuk bisa salat di Masjidil Aqsa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka.